السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم جميع متتبعين قناتي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال البيستاشيو راسبيري رول. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، كنتمنىكم تفرجوا في الفيديو حتى الأخير. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش بالاشتراك في القناة والمشاركة مع الأصدقاء ولايك. بالنسبة لوصفة البسكوي، عندنا 6 أبيض بيضات، 140 غرام بودرة فستق، 200 غرام سكر سنيدة. نخفق الأبيض البيض الأول، أبيض البيض ديالنا والسكر مثل هيك حتى يعطينا هذه النتيجة. ما نطغبوهمش أكثر من القياس، بس مثل هيك. ناخذ البودره ديال اللوز ديالنا، غربلناها من قبل، ونضيفو بشويه بشويه. ونحركو مزيان، نقوم بخلط الخليط حتى يتجانس. نخليو شوية الأبيض، من بعد ما تجانس الخليط ديالنا غادي ناخذ واحد البلاك ونقوم بتوزيع البسكوي ديالنا بطريقة متساوية. في البلاك ديالنا
وغادي نقوموا بإدخال الفرن 175 درجة 15 دقيقة. بالنسبة للحشوة غنحتاجو 250 مليلتر تاع الكريم فريش، 80 غرام تاع باودر شوغر، بودرة السكر، غنحتاجو 5 غرام جيلاتين بلس 30 غرام ديال الماء. بودر ديال الجيلاتين كيعطينا الماس ديال الجيلاتين. غنحتاجو 100 غرام ديال الفرانبواز. غادي نخدمو الكيري ديالنا مزيان، نحاولو نبومونديو. هو يستحسن تخدمو بالجبنة تاع الفيلاديفيا أحسن من كيري، بس ما متوفراش عندي، خدمت بكيري، جبنة الكيري. نضيفو السكر ديالنا، وغادي نضيفو الكريمة ديالنا، واخر حاجه غادي نضيفو الجيلاتين ديالنا. من بعد من البسكوي ديالنا وجد وخليناه حتى برد، غادي نقلبوه فوق واحد البابي كويسون ورق الزبدة هذا الشكل، ونحاولو نشيلو الورق بلطف. نقوم بإزالة الجوانب،
فالبسكوي ديالنا كيجي معلك. نحطو الكريمة ديالنا على البسكوي، غادي نديرو واحد الطبقة خفيفة. نحط الراسبيري ديالنا على هذا الشكل، نحاول نقلب الورقة. هي جاهزة، ونخلوها واحد ساعتين في المجمد.